السلام عليكم أيها الأصدقاء. السؤال 100: من هي الأرملة البيضاء؟ الخيارات: أنثى العنكبوت، شخصية أسطورية، أم مجرمة؟ تعرفنا فيما مضى على الأرملة السوداء وهي أنثى العنكبوت، والآن نتعرف على الأرملة البيضاء وهي مجرمة ومطلوبة دولية، واسمها سامانثا ليتوايت، مصنفة من أخطر الإرهابيين في العالم، وهي بريطانية الجنسية، حيث قتلت قرابة 400 شخص، ولها ارتباطات وثيقة ببعض المنظمات الإرهابية كحركة الشباب الصومالي، وهي زوجة جيرمان لينتسي الذي قام بسلسلة تفجيرات في قطارات الأنفاق بلندن في 7 تموز عام 2005، حيث قام بتفجير نفسه برفقة 3 أشخاص آخرين، وتسببت تلك التفجيرات بمقتل 52 شخصاً. وبعده تزوجت من خبير صناعة القنابل حبيب صالح الغني، تم رصدها في الصومال وكينيا ويقال في اليمن أيضاً، ولكن منذ عام 2011 انقطعت أخبارها واتصالاتها مع أهلها، ولا أحد يعرف شيئاً عنها. إنها كما ذكرت آنفاً سامانثا ليت وايت، الملقبة بالأرملة البيضاء، إحدى أخطر الإرهابيات المطلوبين للمحاكمة أو للعدالة. والسلام عليكم.